التفسير ما معنى فتنة من قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أي نحن اختبار وامتحان ما معنى فتنة أي فتنة أي اختبار أو امتحان أو ابتلاء صح ما معنى والأميين من قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم أي جهلة الكتاب والقراءة ما معنى والأميين أي الأميين الجاهلون خطأ ما معنى والأميين جهلة الكتاب والقراءة خطأ أي مشركي العرب ما معنى يكبتهم من قوله تعالى يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم أو يهلكهم خطأ ما معنى أو يكبتهم أو يكبتهم خطأ ما معنى أو يكبتهم أو يهلكهم خطأ أي يخزيهم ويغمهم بالهزيمة ما معنى الكلالة بقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا زوج له خطأ ما معنى الكلالة لا الذي توفي وليس له زوج ولا ولد ولا ابن له خطأ ما معنى الكلالة؟ أي الميت لا ولد له ولا والد وجدت نصف درجة ما معنى أمة؟ من قوله تعالى ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه أمة أي قوم خطأ أو نفر آخر خطأ ما معنى أمة؟ أو ثرون خطأ أي طائفة من الأيام ما معنى بأس من قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا أي أرسل بأس بأس أولي بأس شديد أي قوم أشداء خطأ ما معنى أولي بأس أولي قوة أي أولي قوة والأشداء وجدت نصف درجة أولي قوة وبطش ما معنى وأخفى من قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي يعلم السر وأخفى أي ما يغيب خطأ ما معنى وأخفى وأخفى ما أخفى أو ما يعجب في الغائب خطأ ما معنى وأخفى أي حديث النفس وخاطرها ما معنى المعتر من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع والمعتر المعتر فقط المعتر الفقير أو المسكين خطأ ما معنى المعتر المعتمر خطأ ما معنى والمعتر أي الذي يتعرض لكم دون سؤال ما معنى يحيف من قوله تعالى أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يحيف أي يدخل في قلوبهم الروم خطأ ما معنى يحيف أي يحيط خطأ في قلوبهم ما معنى يحيف أي يجور ما معنى لشرذمة من قوله تعالى إن هؤلاء لشرذمة قليلون أي
قوم بليلين. خطأ. ما معنى هذا شيء مهمة؟ أي قلة القوم. خطأ. ما معنى هذا شيء مهمة؟ أي طائفة قليلة بالنسبة إلينا. ما معنى وأثل من قوله تعالى وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. النيئة. خطأ. ما معنى وأثل؟ أو حضم حضيمة. خطأ. ما معنى وأثل؟ أي ضرب من الطرفاء. ما معنى الصافنات من قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي الصافنات. الصافنات. الصافنات الجياد. نعم. أي ما معنى الصافنات؟ الصافنات أي أي الخيول واقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الأثر الرابعة. ما معنى شرك من قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. أي كفر. خطأ. ما معنى شرك؟ أي كفر أو إنكار. خطأ. ما معنى شرك؟ أي شركة ونصيب مع الله تعالى. ما معنى لبس من قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد. أي هم مستورين. خطأ. أو مختلطين. ما معنى لبس؟ الملبوسين. ما معنى لبس؟ لبس في خلق جديد. أي خلق آخر. خلق آخر. ما معنى جزوعا من قوله تعالى إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه معنى إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر كريها أو خطأ. ما معنى جزوعا؟ منكرا. خطأ. ما معنى جزوعا؟ أي ممتنعا. خطأ. أي كثير الجزع والأسى. ما معنى الأسباب من قوله تعالى فتقطعت بهم الأسباب. أي حياة الدنيا. خطأ. ما معنى الأسباب؟ أو متاع الدنيا. ما معنى الأسباب؟ متاع الدنيا. خطأ. أي الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة وعهود. ما معنى الأسباب من قوله تعالى أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. فليرتق أي في الأسباب أي الحياة حياة أخرى. خطأ. الحياة الدنيا. خطأ. ما معنى الأسباب؟ الأسباب. ما معنى الأسباب؟ أي المعارج إلى السماء. ما معنى الأسباب من قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أي لعلي أعرج. ما معنى الأسباب؟ الإعراج أو إصعاد للسماء. خطأ. ما معنى الأسباب؟ لعلي المبلغ أو النهاية. خطأ. أي الأبواب أو الطرق. السؤال الأخير ما معنى القتل من قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ما أهلكوه. خطأ. ما معنى القتل؟ القتل وما قتلوه يقينا. أي ما قتلوه يقينا. ما قتلوه ظاهرا أو صدقا أو سرقا. خطأ. لم يموت موتا حقيقيا إنما رفعه الله إليه.